أم هوا تخميس معاكم بائع أعشاب وتوابل ساحة سوق الواد. الخدمة هذه واني اللي راكم تشوفوا فيها معناها عدلها سنوات، احنا رانا معاها، رانا سما ننتجو نرحو وحدنا ونخدمو ونبيعو في الأعشاب. عندنا أعشاب تاع طبية وعندنا أعشاب تاع ماكلة توابل، وعندنا قش ثاني تاع بخور ثاني نخدمو ثاني مواد تاع البخور الطبيعية، أمور تقليدية معروفة هنا في المنطقة متعارف عليها. وعندنا قش تاع النافس المراكد زيد، عندها ثاني أعشاب خاصة بها وعندها توابلها وعندها أمورها. كاين عندنا البخور، عندنا البخور المحلي وعندنا البخور اللي جينا من الخارج. عندنا البخور المحلي هذا نخدموه حنايا وحدنا، ولا نعطوه للمستهلك، نعطوه الأشياء اللي يخدم بها الحوايج الخام ويخدمها هو. الأكثر الأشياء اللي يستهلكوها هني وتمشي بكثرة كاين قش النفس، كما قلنا قش النفس هذا يشمل عندنا المرور، عندنا الضرور، عندنا الفرماس، عندنا الفول، عندنا الحمص، عندنا البركوكش، عندنا الحلبة، هذه قش النفس. عندنا قش البخور هذا العرايس والسماه، هذه حاجة متوارثينة احنا هنا في الولاية، معروفة ان مرا باش تزوج لازمها بخور واحد سكن جديد كذا، من خصوصا في الشتاء معناه يكون استهلاك تاعها بصفة كبيرة. عندنا توابل، التوابل عندنا كيما قش الفاح، عندنا الفاح راس الحانوت معنا، عندنا التوابل الاخرى، عندنا الكركم، عندنا الكمون الاخضر. بالنسبه لشهر رمضان الكريم ان شاء الله راهو قريب باذن الله، عندنا تو تحضيرات ليه. من بين التحضيرات عندنا الشوربه، شربة عندنا شربة فريك، عندنا شربة نتاع كاين اللي ياكلوا الفريك، كاين اللي ياكلوا القمح، كاين كيما كبار السن وكذا ياكلوا المرمز وياكلوا الشعير. حاليا رانا نحضروا فيهم على قدم وساق. كاين التوابل، جانب التوابل عندنا التوابل كيما الكركم، كيما الكمون، كيما الفاح، كيما السماه، هذه كلها القرفة، كيما القرنفل، كيما هذه كلها لازم نحضروها. كاين اشياء اخرى من بين كيما رانا فيها الوباء هذا واني كان نحرصوا على بعض الاعشاب لازمنا نوفروها ثاني للمواطن، من بينها الزعتر مضاد حيوي، من بينها التيزانه هذه الويزة حتى هي مضاد حيوي. معناها ننصحوا حتى الناس اللي راهي تابع فينا ان يستعملوها ويديروها شغل وقايه، كل يوم ماذا بهم في الليل ماذا بهم يديروها الخلطه هذه كيما الزعتر وتيزانه، هذه واني معناها مليحه لهم معناها في ظل الوباء هذه واني. والزنجبيل هذا مرانا ننصحوا بهم ماذا بهم، والقرنفل هذا يديروهم حتى في القلاصير نتاع المية تاعهم، يديروا كل ثلاث ايام اربع ايام يبدلوها الخلطه هذه بين زنجبيل وقرنفل وزعتر، هذا مواني محطوطين حتى في ماذا بهم صغير ولا كبير، وكل كي يشرب الماء تاعه يكون مرنخ هذا واني مع الماء. تعاملات مع الاطباء تاع الاعشاب عاديه تقدر تقول، وانما وشيء عندهم بعض الاعشاب اللي راهم يستعملوا فيها هنا، كاين اعشاب محليه وكاين اعشاب نستوردوها جينا من برا، معناها كاين اعشاب من هنا وكاين اسمه. هم يطلبوا كاين اعشاب يستعملوها في الطبخ في التنقيع ولا الطبخ، وكاين اعشاب في الرحي مرحيه نخدموا لهم ثاني الاعشاب المرحيه نخدموا لهم، والاعشاب منا هذه نحاولوا احنا كيفاش نوفروا لهم. عندنا بعض الفلاحه ما الحق بارك الله فيهم ينتجونا كان كيما الزعتر كيما الكليل كيما نقولوا حنايا المردقوش، هذه كلها انتاج محلي وهذه يستعملوها اكثر الاشياء معناها في المعاملات تاعهم. الاعشاب المستورده هذه والاعشاب النادره شوي كان اعشاب معناها مليحه في الطب، في الطب خصوصا في الطب معناها يستعملوها ياسر كيما الجونسينغ هذا واني، كيما نقولوا حنايا الزنجبيل الطازج، كيما هذه واني فيها شوي ندره والغلاء نتاعها. وحاليا في ظل الوباء تاع كورونا راكم تشوفوا معناها ما عادتش داخله الاعشاب هذه واني بكثره، ما عادتش داخله. هنا لاقين صعوبات حتى مع الطب اللي يخدموا طب الاعشاب وكذا الى اخره، رانا ماناش مقدرين نوفروه لهم هذه بصفه. هل هناك اعشاب ثاني تستعمل في الرقيه؟ كاين اعشاب تستعمل في الرقيه من بينها الحرمل، من بينها السدره بصفه اساسيه هذه واني، كيما السنه مكي هذه واني، كيما نقولوا حنايا حب الملوك، العسل كيما العسل وزيت الزيتون. عندنا العسل وزيت الزيتون، عندنا العسل الحق نخدموا مع مربين
معروف كما مصطفى، هذا من أجمد العسل اللي عنده، وإنسان ثقة يخدم حوايج سمحة بارك الله فيه. هذا مصطفى ما شاء الله، معناها الخدمة تاعه نظيفة وما شاء الله. الحق هذا ننصح به هنا أي واحد معناها ما يفهمش في العسل يطلب مصطفى، معروف وإنسان معناها مرخص كما هكا نقولوا هنا الوحدة نتاعها كيما هكايا مرخصة. عنده ياسر مربي، وعنده كيما هذا السدر، عنده متعدد الأزهار، عنده الحرمل، عنده ياسر اسماء، هذا راهو ثقة. احنا نطلبوا منهم الزيادة ويكثروا في الأسماء، ونطلبوا من الدولة ثاني تعاونهم كيما هالحرفيين وكيما هالمنتجين، هذا خصوصا في زراعة التوابل، لأن كاين توجهوا لها حاليا، راهي كاين ثورة كبيرة جاية بإذن الله. نعرفنا مشوا ياسر فلاحين راهم توجهوا للقنطس، توجهوا للمردقوش، ياسر معناها أشياء وراهي مطلوبة حتى في الخارج هذه، وين فهمتني. نطلبوا من الدولة أن تعاونهم وتساعدهم وتزيد تفهمهم وتقنن لهم القضية باش يظلوا عارفين حتى كيفاش يتعاونهم في كل